تبارك الله تبارك الله تبارك الله على امطار غزيره في مدينه اكادير. كما كتشوفوا الاجواء ممطره. حاليا كنتوجهوا في البارك حدا لاكوت. اش غادي نقول لكم؟ امطار غزيره دابا كتنزل الامطار. ان شاء الله واتسوس غدا، ان شاء الله غدا غادي نمشي لكم الى واتسوس ان شاء الله بحول الله. ايوا من بعد غدا الا كانت رابا مع السيمانه ديال الشتاء، راه السيمانه كلها نبدا نديروا الرحله ديالنا ونكتو على الويدان ونبارطاجوا معكم امطار غزيره. كما كتشوفوا الاجواء ممطره تماما. ها شوف الطوموبيل كي داير. ها باش ما تقولوا حكا راه ما كاينش الشتاء، راه واحد الشتاء. هذاك راه معروف عليها السلوبيه، معروف بالسلوبيه. لا الطريقه اخوتي خطأ، حنا كنبارطاجوا معكم امطار غزيره. والله لا اقسم بالكعبه الا كاينه امطار غزيره قويه. شوف اخوتي ها شوفوا السماء، امطار غزيره في هذا المكان. ها كما كتشوفوا اصدقائي فيديو جديد، واليوم جديد كنتواجدوا في مدينه اكادير. ولكن اشنو غادي نبارطاجي معكم؟ غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي عزيز عليكم، امطار غزيره في مدينه اكادير. غادي نشاركوا معكم اول ايام في امطار غزيره في مدينه اكادير. كما كتشوفوا شوف امطار غزيره، باش نكون واقعي امطار غزيره ماشي سهله. المهم اللي عليكم هو تبعد الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كا. بغينا نوصلوا 300 كا بالزربه باش نخدموا على 400 كا، وعلاش لا نص مليون ان شاء الله. دابا اخوتي غادي نخرجوا وغادي نبارطاجي معكم الاجواء في مدينه اكادير ممطره. غادي نبارطاجي معكم الاجواء ديال امطار غزيره في مدينه اكادير. كما كتشوفوا السماء، السماء الجو ديال الشتاء. كما كتشوفوا الطوموبيل طاحت عليها الشتاء. المهم الاجواء رائعه جدا، الاجواء زوينه بزاف، امطار غزيره محتاجها مدينه اكادير. مدينه اكادير واحد المدينه زوينه، مناظر خياليه. اش غادي نقول لكم؟ الاجواء رائعه جدا في مدينه اكادير. دابا كتنزل الشتاء ولكن الجو يا سلام يا سلام. هاد البلاصه فيه لاكونت وهاد البلاصه فيه طرفرش. المهم اش غادي نقول لكم؟ غادي نشاركوا معكم الاجواء ديال امطار غزيره. واو واحد العاصفه دازت اخوتي قبيله، عرفتي كيفاش دارت الطوموبيل؟ شوف اخوتي شوف شوفوا الطوموبيله باش بعد الناس يقول لك لا راه الشتا ما كاينش. شوف ها دازت واحد العاصفه قبيله هنا. واو المهم الاجواء هنا رائعه جدا. مدينه اكادير هي هادي، المكان المفضل عند بزاف اللي صور فيه هو هذا المكان اللي زوين بزاف حدا لاكوت. المهم هذا الشيء زوين بزاف، امطار غزيره كتنزل من السما وبزاف كيصور الاجواء ديال الشتاء. كما كتشوفوا الارض بدات كترغم، يقدر هذه الليله غادي تكون العاصفه رعديه، يقدر تكون امطار غزيره، خاصه الا كانت الفيضان وكانت امطار غزيره. غادي نصوروا لكم واتسوس، غادي نغادروا لكم الى واتسوس واي مكان. حيت السياره معنا، هي السياره خوتي، اي بلاصه كاين الشتاء ولا كاين الفيضان في قلميم نصوروا قلميم، كاين في تيزنيت نصوروا تيزنيت، كاين في مراكش مشيو لمراكش، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي دابا بيزرافنا كترجي ولا كترجي دابا ولا كاين قلب السهوله. ايوا امطار غزيره زوينه بزاف، الا كانت امطار غزيره خصوصا في هذا الشهر 9 غادي تكون نفع، وفي نفس الوقت غادي يكون الامطار في المستوى وغادي يكون الربيع وغادي يكون الاجواء رائعه في مدينه اكادير. بدات كتنزل اخوتي امطار غزيره، غادي ندخلوا السياره حيت بعد الناس هنا وتحياتي للامن الوطني باش نكونوا واقعيين، كاين شي الامن الوطني تما، وتحياتي لهم وتحياتي للامن الوطني ديال اكادير، تحياتي للدرك، تحياتي للشرطه خاص في مدينه اكادير. المهم الاجواء رائعه جدا كما شفتوا، الامن الوطني هنا دائما كيقولوا هنا في الصباح العشيه اي وقت. المهم داخل السياره غادي يكون الصوت مسموع، وبرا راكم عارفين كاين شويه الريح، كاين شويه واخا الاجواء رائعه جدا ممطره. شوف اخوتي شوف شوفوا 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 شتي البنك الشعبي شتي هذا الشيء
تبارك الله تبارك الله تبارك الله على امطار غزيره في مدينه اكادير. كما كتشوفوا الاجواء ممطره. حاليا كنتوجهوا في البارك حدا لاكوت. اش غادي نقول لكم؟ امطار غزيره دابا كتنزل الامطار. ان شاء الله واد سوس غدا، ان شاء الله غدا غادي نمشي لكم الى واد سوس ان شاء الله بحول الله. ايوا من بعد غدا الا كانت رابا مع السيمانه ديال الشتاء، راه السيمانه كلها نبدا نديروا الرحله ديالنا ونبحثوا على الويدان ونبارطاجوا معكم امطار غزيره. كما كتشوفوا الاجواء ممطره تماما. ها شوف الطوموبيل كي داير. ها باش ما تقولوا حكاره ما كاينش الشتاء، راه واحد الشتاء. هذاك راه معروف عليها السلوبيه، معروف بالسلوبيه. لا الطريقه اخوتي خطأ، حنا كنبارطاجوا معكم امطار غزيره. والله الا اقسم بالكعبه الا كاينه امطار غزيره قويه. شوف اخوتي ها شوفوا السماء، امطار غزيره في هذا المكان. ها كما كتشوفها هذا البارك. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. ها اللي قال لك ما كاينه الشتاء، شوف ها شوف اخوتي شوف شوف ها دابا حيدت لكم داك الشيء ديال الشتاء. ها شوف وهاد البلاصه حتى هي فيها امطار غزيره. حنا غادي ننزلوا كاع، حنا غادي ننزلوا ونبارطاجي معكم كلشي. الشتاء ديال بصح كاينه امطار غزيره كما كتشوفوا، السما كتنزل فيها امطار غزيره. وشوفوا الطوموبيل ها شوف ولات في الشتاء، بزاف ديال الامطار غزيره. المهم يا ربي تجيب الشتاء، يا ربي تجيب العاصفه الرعديه، يا ربي تجيب الفيضان، وان شاء الله الله يجيب غير الصحه والسلامه. ايوا هنا ممطر تماما اكادير حاليا كنتواجدوا فيه. بدات الشتاء منذ واش غادي نقول لكم، منذ شهر 3 من مارس كانت الشتاء هنا، حتى لدابا يلاه جات الشتاء. كما كتشوفوا الاجواء ممطره. غادي نبلاصيو هنا وغادي نقلبوا على المكان اللي غادي يكون مزيان ونصوروا لكم الاجواء ديال امطار غزيره. كما كتشوفوا معنا امطار غزيره في مدينه اكادير ولات كتنزل الشتاء بالجهد. كما كتشوفوا دابا واحد الشويه غادي تشوف قطره ديال امطار غزيره دغيا تعطر على السياره. ايوا نتمنى بالنفع، نتمنى يكون خير، الله يجيب غير الصحه والسلامه. والاجواء ديال الشتاء زوينه. والله الا شتاء الاجواء ديال الشتاء وحق الله زوين، وخصوصا بزاف تكون شتاء. بدا يضحك بيزلافنا. كاين شتاء. الصهير دابا تلقاه بدا يحط الفيديوهات حتى الفجر، ملي تكون العاصفه راعديه ومطر غزيره في المغرب وبدا تلقاه بدا يحط الفيديوهات حتى الفجر. ايوا ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله حنا علاش درنا هذا المجهود؟ باش نبارطاجي معكم نشاركوا معكم امطار غزيره، حيت هذا الشيء اللي كاين. اوديه حتى الغد ان شاء الله غادي نبحثوا على اوديه. شوف اخوتي شوفوا الشاشه، شوف كاينه، سمعوا سمعوا سمعتوا بابا بابا تبارك الله تبارك الله. وي الشتا جات من جديد. ايوا ان شاء الله الا كانت الشتا خاص في قلميم وكاين الفيضان وواد قلميم غادي نمشيو نصوروا واد قلميم. الا كانت الامطار غزيره ربما في الصحراء المغربيه يقدر نمشيو للصحراء المغربيه، ربما قلميم ما عنديش انا مشكل، قلميم نمشي نصور فيه ونرجع عادي. اما بالنسبه لنا واحد ديال اكادير اي مناطق حدا اكادير كلهم ان شاء الله الا كانت العاصفه راضيه غادي نبارطاجي معكم ونصوروا لكم الاوديه، الواد ديال اوريل ديال واد سوس ديال تغازوت ديال ربما امودر، كامل هاد الاوديه قادرين نصوروهم. الله يجيب العاصفه راديه. ايوا كما كتشوفوا شوفوا على برا، شوف اخوتي شوف
والله الا مجهده ومجهده خوتي وحق الله الا مجهده تبارك الله. ها اللي قال لك ما كاينش الشتاء، شوف شوف الارض كي دايره، شوف بدات كتنزل امطار غزيره، حيت دابا دخل الطوموبيل ما غاديش تعطر فيها دوك الامطار غزيره، دوك الامطار غزيره كينزلوا على الكاميرا كيسبوا فيها المشكل في الداخل. ولكن الا صورنا لكم داخل الطوموبيل عادي. دابا ملي كتنزل الشتاء كتدخل ليا للطوموبيل، اللهم نسدو الجاج باش نتهناو من هذيك هذيك قطرات مطرية صعيبة. أو يا سلام يا سلام، شو أخوتي، شو يا سلام يا سلام، غادي نخرجوا لكم بارطاجوا معكم شي حاجة على برا، استمروا معنا.